يقول أحسن الله إليكم في الصدقة، إذا نوى الإنسان أن يهدي ثواب الصدقة لغيره فهل يبقى له أصل ثوابها في صحيفته؟ الحمد لله رب العالمين، إذا فعل الإنسان شيئا من التعبدات دل الدليل على أن ثوابها يصل إلى غيره حيا كان أو ميتا، فإن العبد يثاب بثوابين، فيثاب على أصل صدقته ويثاب الآخر ثوابا مستقلا. فإذا تصدق الإنسان عن والديه فإن صدقته تكون عن نفسه وعن والديه، وكل واحد منهما يأخذ ثواب هذه الصدقة كاملا فضلا من الله عز وجل، والله أعلم.